تبارت اليوم. تبارت اليوم هو رول قايد ذيم يكون كان قايد تبارت اليوم. وقايد شافي من بن عيسى، أهلا وسهلا بيك شيف. أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعيك الكفن كل، وسلم عليك بكل، وإن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله يا ربي، نحن بخير لهنا لاباس، المستمعين نتاعنا ان شاء الله يا ربي زاده يكونوا بخير وفي صحه وسالمين. دونك شنو حوالك شايف ساعة؟ والله الحمد لله لاباس، فتحت الفون وبدينا كيك كما قلت. فما شويه نسمه بارده شايف ولا احنا نفسي؟ اي فما شويه نسمه بارده كومي، اي واحد يرد باله فما فوالا. نسمه فما يعني ما يصير توصيون، او واحد يرد باله على روحه، ان شاء الله يا ربي من فمك يا ربي شاف امين. ان شاء الله يا ربي دونك نكونوا ديما بخير. بيه شنو دبرتنا لليوم شاف؟ اي دبرت على ويكاند هي تكون خفيفي زاده وربنا نقعدين عليها، اللي هي باش نعملوا للوليدات نتاعنا، باش نعملوا الشيب بوم شيب. اي بيه الشيب بوم شيب يلزمنا نطلق الماركي ثبت ولا حل نقاوى اكل كعبه البطاطا تبدا ترونسبارونت، القشره نتاعها ترونسبارونت، تشوف بطاطا جديدة مش تبدا جري ولا غامقة. أيوة. هذيك هي السبيشال كيف. باهي كيفاش نطيبوا الشيب ساي؟ نحطوها جويدة على الأخر، كان عندنا ماكينة عكير، ولا نتبعها بالسكينة بشوية بشوية، حطها جويدة على الأخر. جويدة على ونخليوها في الماء نقصها، ومن بعد نسخنوا لها في الزيت مليح، ونبداو نرميو بالكعبة بالكعبة، بالكعبة بالكعبة، نسخنوا من الماء، نبداو نرميو من الكعبة بالكعبة، نشوفوا فيها الكعبة كيف تتحول، أوكي، وتعمل جسام مزيان. نحيوها من بعد ما تسيب، خليوها تتبطن شوية، ما خرجوهاش ليبة، تبدأ كيليفة، نخليوها تتبطن بالكعبة الشيبة، ونخرجوها ونخليوها تتقطر، ونعمل عليها رشة ملح وشوية كمون، هذا الكمون بنين مخشيبة، ونخليوها ونحطوها في ديكوربية كي ولا قطعة صغار، للزيت صغار في اللومبري، وإلا إذا كان حتى يحبوا في السهرية. باهي شيف، هنا اللي سائل ان يسال كالعاده، دونك البطاطا نتاعنا كي باش نقصوها شيف جويده على الاخر، ما نخافوش انها تتحرق لنا في الزيت، ولا عن وقت معين باش نخرجوا فيه البطاطا نتاعنا؟ هي ما فيهاش وقت معين، ما فيها جوست نتبعوها. وبرا اول حاجه تبدا بشكل دائري ومقصوصه في الزيت معروفه كثير، اما اذا كان اللون تبدل ولا ماشي للدوري شويه أي. وقتها نخرجه. واضح به هذا يا جماعه، به امرتنا لليوم السفي بدات تحمار شويه ماشي للدوري اكثر، ولا دونك نخرجوها من الزيت، نخليوها تستقطر، نزيدوها الملح والكمون، هكا تكون الشيبس نتاعنا حاضره شيف. ها هذا هو الشيب حاضره، وتكون فما كي اللي يحب يزيد يدلل الوليدات، صحيفه مايونيز، صحيفه كاتشوب، شكاية بيت تكون تبدأ كيا فانا شي كأنفري مزيان سواء في السهرية قدام فينا بيا كيا ولا في الثلجة وإلا في الحكاية، نجمو نعملو بورسون شيب باهية مع اللي نحضرو سوا معاه في الشيب. بي واضح، بي هذا بالنسبة للونتري نتاعنا لي شيب. سينو في السويت شايف شنو عندنا؟ السويت نتاعنا هو باش نمشيو للمارشي الحوت المرة هذيا. في الحوت نلقاو كعيبة سردينة. ايوا هالسردينه يا بابا سردينه. اي شو باش نعملوا بها السردينه؟ السردينه كان لقينا اللاتشه الكبيره معناها الخشينه، كان فما جويده ما فما حتى مشكله، ماذا بينا تكون سردينه متوسطه كاليبر نتاعها بي. شو باش نعملوا لها السردينه؟ نصفوها كالعاده ونحيوا لها السردينه الغرا الشوكه المستمريه، نحيوها نجمو نحلوها ونحيو الشوكه المستمريه مليح نحى كالها، ويكون عندنا فارس، نحطوا الفارس اللي هو باش يكون عندنا هيبة بطاطا محمودة مع شوية معكوس مع شوية صل، شوية كبار مرحي، شوية زيتون، نرحيوهم مليح مليح مليح، ونفوقوهم ملح وفلفل خل كاكاو، ونحطوهم في وسط الكعب السردينة، ويا نعملوها بشكل دائري رولي، وإلا نحطوا الوجه الفوقاني معناها لاسبون في بعضهم، معناها فاس أ فاس بي، وتبدا ما بيناتهم فما الفارس نتاعنا. وسخنوا لهم الزيت بالطبيعة، عندنا مادام عندنا زيت شو سهل في الزيت تاع الكبس، نقلوهم في الزيت تاع الكبس، وكي يكون عندنا سردينة محشية بالفارس اللي قلنا عليه، وكي تبدا تتقرمش في التركون تعمل 66 تعمل 66 كيف السردينة المحشية نتاعنا. هكا بالنسبة للسويت شيف، شنو في الديسير عندنا اليوم؟ اي الديسير نتاعنا هو باش نعملو كاس بالسكرون، باش نعملو الكاس كريم نتاعنا معناها كاس بالسويت. باش ناخذوا كحبه عظمه معاها 50 غرام سكر،
نغسلوهم في الخضوهم مليح مليح مليح، ومن بعد نذوب معاهم الزبده 50 غرام زبده اخرى تكون ذايبه معاهم، نذوبوهم خلطهم كل مع بعضهم. هذه الخليط هذا يكون نصبوه على 200 غرام فرينه، نصبوه على 200 غرام فرينه، وقت قبل ما نصبوه على 200 غرام فرينه نعملوا فيها عقرة قارص. عقرة قارص ناخذ كعبة قارص نعصوها مليح في الخليط هذاك ونخلطوها كل مع بعض، نفرشوها في الطبايق نتاعنا تاع الصاج، بعد نحطوها في الفور تسيب. وقت تسيب نخرجوها نحضروا لها كريم سيتون اللي هي بتاخذ 4 ايتر حليب، 60 غرام سكر، 35 غرام نشا مع كعب عظم، يسيبوا كل مع بعضهم. كيف كيف وقت هي تحضر الكريمه هذه نعملوا لها 10 قارص كيف كيف، خاطر هي صارت سيترون 10 قارص ومغرفه زبده، 10 قارص ومغرفه زبده، مغرفه زبده مش ذايبه شيء. مع بعضهم نفرشوهم في الصارت مزيانه، تكون هكا عندنا صارت سيترون نجموا نبشوا عليها شويه قشور القارص، ناخذوا كعبه قارص نظيفه ونغسلوها مليح وننشفوها ونبشوا هكا اللي هي شويه زيت دو سيترون، زيت دو سيترون فوقها، وتكون عندنا كعبه سيترون مزيانه وصحه وبالشفاء، ونقول لهم ان شاء الله في الويكاند يجددوها. ان شاء الله يا ربي سهله عاد شيف، ها تتحدى فينا شيف، سهله سهله سهله. ديجا سيد المخرج انور بن حسون ديجا ظهر لي باش طيب هنا ليله ابارمون، يقول لي اوكي يلا. سينو كالعاده نذكروا بتبرتنا شيف امي، دونك بديناها مع الشيبس، دونك منين الشيبس في لونتخي شيف، دونك ناخذوا كعيبه البطاطا نتاعنا نقصوها ون بالطبيعه نخلطوها نظفوها بالطبيعه مليح بالماء، بعديك نقصوها كما قلت انت دور دور جويدين برشا جويدين باش يعطيونا الفورمه نتاع الشيبس اللي نحبوها نحنا. دونك الزيت نتاعنا نحطوها بالكعبه بالكعبه في الزيت، نخليوها تتقلى لين تحمر شويه، يصير يبدا تحمر، دونك نخرجوها نخليوها تستقطر، نزيدوها الملح والكمون ونحطوها في الصحن نتاعنا، هكا تكون لونتخي نتاعنا حاضر وموجود على الطاوله. نمشي باش نحضروا السردينه المحشيه، دونك كيما قلت دونك شايف يلزمنا ناخذوا ماذا بينا محبذ انه ناخذوا السردينه المتوسطه مش الكبيره مش الجويده. فوالا دونك نظفوا السردينه نتاعنا، نحيوا لها الشوك، نمشيو نحضروا الفخس نتاعنا اللي باش تكون بطاطا مسموطه، نزيدوها شويه بصل، زيت زيتونه، شويه زيتون زاده، فوالا دونك والكبار. هاي بابا الكبار شيف، دونك برشا يحبوا الكبار شيف، فوالا كبار شويه معدنوس معاه كبار المعدنوس زاده، هاي مدللنا شيف بي. سينو هذوما الكل نرحيوهم الكل مع بعضهم، نزيد نفوقوهم لفاح بالطبيعه حاجه لازمه في دبارتنا كالعاده. دونك لفاح نتاعنا اليوم ملح فلفل اكحل اكاهو، نحطوهم الكل الفخس نتاعنا نحطوهم في كعبات السردينه كما قلت انت، دونك نجمو يا نحطوها في وسطها ونخليوها هكيكا، يا اما نجمو ناخذوها في شكل دوائر دوائر، دونك بالطبيعه وهذا كل لازمنا نذكروا لي لازمنا نحيو لها الشوك ونظفوها مليح مليح من الشوك، نجمو نحيوها بسهوله وقت اللي نظفوا الشوك نتاعنا، نحطوها تتقلى في الزيت لين تطيب. اوكي بالطبيعه كل مرة حره تونسيه عينها ميزانها وتعرف تعرف وقتاش السفي بدات تطيب، دونك تخرجها وباش ما تتحرقش لتفادي انا الحرق شفامين هكا ولا هذا هو صحيح. فوالا به هكا بالنسبه للسويت نتاعنا حاضر به. سينو نمشيو للديسير، دونك لي تارت سيترون نتاعنا للديسير الليله، كعيب عظم 50 غرام سكر نركضوهم الكل مع زبده ذايبه، 50 غرام زبده ذايبه، من بعد نزيدوها 10 قارص، ومن بعد نحطوها نزيدوا عليها ال 200 غرام فرينه، الفرينه فوالا دونك نتاعنا، نفرشوها الكل في طبق، نزيدوها الكريم سيترون نتاعنا باش نحطوهم الفوق شيف، كريم سيترون سيترون نحطوهم فوق بعد ما تسيب الفون دو سارت هذيك تسيب، وبعد نحضروا لها كريمه ونحطوها في وسط. بي واضح. سينو الكريم سيترون نتاعنا تتكون من 4 لتر حليب نشا مغيرفه زبده، لكن شاف الزبده لهنا لازمها تكون ذايبه زاده كيما في الزبده، ما هي كي تخرج من طيب الكريمه نتاعنا من الكاس تبدا تخونه كيما كريمه الدار كريم باتيسير، نخرجوها من الكاس تبدا تخونه وقتها نحط الزبده نتاعنا تذوب بالطبيعه. بي واضح جدا، دونك نزيدوها قشور القارص باش نعطيوها الريحه نتاع القارص، ونزيدوها 10 قارص كعيبه قارص شايف احنا نعصروها هاي كعيبه قارص هي نعصروها في وسط الكريم، بعد كي نحطوا الكريم نتاعنا نزيدوا نبطوا عليها زيت بالتيتنون قشور القارص من فوق وتبدا تهبط سيترون مزيان. تخيلوا معايا البلا قدامنا، تخيلوا معنا تخت سيترون توا قدامنا، وبسم الله يا ربي ونبداو ناكلوا
جوعتنا شيف. يلا سينو شكرا ليك شيف امين، يعطيك الصحه على دبارة اليوم. دونك نذكروا المستمعين